هدية لسيد الشهداء الثالثة. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا خير خلق الله يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب أبو علي غريب يا مظلوم كربلاء، ويا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء، ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيها الثاوي على حر الثرى، اتخذ البيض مهادا، أيوا إماما. الله يرحم العلام الربيع ويرحم والديكم جميعا. يأشر إلى تلك الساعات للحسين عليه السلام صنع لنفسه وسادة من التراب. أيها الثاوي على حر الثرى، اتخذ البيض مهادا والسهام، نم قريرا هادئا في مصرع، خلد الله له الذكر فداما. يا هذا لسان حال كل موالي، وهنيئا أرضع العيش وذا طفله كان له النبل فطاما. أعيد البيت. ويلي وهنيئا أرضع العيش وذا طفله كان له النبل فطاما، أترى قلبي يهنيه الروى، وحسين بالعرى يقضي،
أواما يا له الله يا ما حسرا في السبا تسعد بالنوح يتامى ناداها من فوق الرموح الله يرعاك صبري يا خويا وسلمي امرك المولى خويا زينب راسي على راس الرموح هل رايح وياك وياك يبرى العايلة ويتنل يطيحوا يا اختي استعدي للهضم والهضم جدام لابد يودوك شن يسار الطاغي الشام يعز عليك يا مولاي لهلج تسمعين المسبب بمجلس العام وهناك تلقى للمرار اشكال وفنون بعد سيد يا ابا عبد الله قال يا اختي استعدي ايوا مصيبتها يا اختي ولا شفت الحجر صكني دي صبري وشفت عصاتي زيت تلعب فوق ثغري صاحت عسى ما بقى لذاك اليوم عمري ولا اشوف كيف اهل الغدر بينا يتشفون صاحت خويا 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 ماني معود اوقف بديوان خويا ماني معود اوقف بديوان ولا اني كلمت يا حسين لكن الأمر لله والعاقبة لأهل التقوى واليقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون عن أبي بصير قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك بما يعرف الإمام فقال عليه السلام بخصال أما أولها بشيء تقدم من أبيه فيه ويسأل فيجيب ويخبر بما في غد ويكلم الناس بكل لسان صدق مولانا وسيدنا أبو الحسن الإمام الكاظم من آل محمد أبو بصير دخل على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يسأل سؤاله ابتدأ بكلمة فقال له جعلت فداك كثيرين عندهم مسائل يجون للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين رأسا يسأل سؤاله سيدي هذا الأمر حلال أم حرام رأسا يسأل سؤال لكن الرجل هذا
أول ما خاطب الإمام سلام الله عليه بهذه الكلمة قال له جعلت فداك. هاي ما يصير نمر عليها مرور الكرام، لابد نقف عندها وقفة تأمل نتعلم منها درس. لماذا قال جعلت فداك؟ هنا أراد أن يظهر حبه لآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الخبر موجود أنه إذا أحببت رجلا فأعلمه، أحببت أخاك فأعلمه، خبره بالحب اللي يكون لله عز وجل، خبره. فبالجدير بنا أن نعلن حبنا وولاءنا ونظهره لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سإظهار المحبة إلى مصاديق كثيرة، إظهار المحبة للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين كما صنع خلص أصحابهم صلوات الله عليهم أجمعين. من جملة مصاديق إظهار المحبة هذه الدمعة التي تسيل على مصابهم، لا بل حتى شوقا لهم، لأن تارة أكو دموع تسيل، دموع شوق، دموع فرح. لذا لابد مر عليك الحالة هذه، تسمع لك فضيلة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قلبك يستر، تفرح، كن على يقين وثقة، هذه دلالة على العلق اللي بينك ما بين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قبل ليالي أحد الشيبة إجا قال لي اقرأ لي فد حديث للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فد فضيلة، فد كرامة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنا أحدثه هو مستر فرحان. قال له يا علي لولا خوفي أن تقول فيك فئة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا أخذ الناس التراب من تحت أقدامك والماء من نداوة وضوئك يستشفون به، لكن يا علي حسبك أن تكون مني وأنا منك. يفرح المؤمن لما يسمع له فضيلة كرامة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ربما تسيل دموعه شوقا وتارة تسيل دموعه حزنا. لذا ورد في الخبر الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لكل شيء عند الله ثواب إلا الدمعة فينا أهل البيت. إلا الدمعة، الدمعة ثوابها الله عز وجل اللي يحدده، اللي يعينه رب العالمين تبارك وتعالى، هاي الدمعة اللي تسيل على أهل البيت سلام الله عليهم. لذا المؤمن لازم يحافظ، إذا عنده دمعة يحافظ على دمعته، وإذا ما عنده دمعة يستغفر الله عز وجل. ليش؟ لأن جفاف العين من قسوة القلوب، لاحظوا، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب والعياذ بالله. لذا اللي عنده رقة هاي من رحمة الله عز وجل، هاي من جملة إظهار المحبة، من جملتها الزيارة التي ترى كثيرا من المؤمنين يفدون إلى مشاهد أهل البيت صلوات الله عليهم المشرفة، من أقصى نقاط العالم يجون حتى يظهرون محبتهم. تصور أنت إذا ببيتك وتسلم على الإمام عليه السلام يسمعك لو ما يسمعك؟ قطعا. لكن لما تجي تأتي تحضر دلالة على إظهار حبك لسيد الشهداء سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله. فالرجل هذا بالبداية قبل لا يسأل السؤال قال له جعلت فداك، مبين محبته،
يظهر ولاء، جعلت فداك، أنا أروح لك فدوة يا مولاي. هذا مقام لازم واحد يوصل إلى هالمقام، مقام الفداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، يصيرون فداء لأهل البيت سلام الله عليهم. شنو سؤالك؟ قال بما يعرف الإمام. أهم مسألة سأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، بما يعرف الإمام؟ قال له بخصال، عدة خصال يذكر منها الإمام عليه السلام أربعة. أولها قال بشيء تقدم من أبيه فيه لتكون عليهم حجة. يعني شنو النص؟ دقق تماما، يعني شنو النص؟ يعني الإمام السابق ينص على الإمام اللي من بعده، كما صنع ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نص على خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مو مرة ومرتين وعشرة وعشرين، لا، طول حياته صلى الله عليه وآله كان ينص على خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديث الدار معروف، حديث المنزلة معروف، الأحاديث الكثيرة اللي طالما رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبين للناس اللي من بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يبين للناس إلى أن في حجة الوداع هذا التبليغ العام الشامل اللي صار، اللي رب العالمين تبارك وتعالى أمر نبيه بذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 23 سنة النبي صلى الله عليه وآله بلغ، وإذا من بلغ هذا الأمر هاي كأنه ما بلغ رسالة الله. شنو هذا الأمر المهم؟ معقولة يعني بشان أحكام شرعية يريد يبينها النبي صلى الله عليه وآله؟ ها؟ معقولة؟ البحث هذا مفصل. الله يرحم العلامة الشيخ عبد العظيم الربيع رحمة الله تعالى عليه ورحم والديكم جميعا، عنده فد منظومة ينظم بها واقعة الغدير، أقرأ منها أبيات. قال رحمه الله: نزل الأمين، دققوا، هاي آيات وروايات، هذه آيات وروايات، سويها شعر. نزل الأمين على النبي مفاجئا بالأمر حقا إنه ذو شاني، بلغ رسالتنا بنصب ولينا لعبادنا الأحرار والعبدان، من جاء منهم للوجود وغيره. هاي إشارة إلى يا حديث هذا، إلى يا فقرة من خطبة الغدير. فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم تبليغ الغدير، واجب لازم على الآباء أن يبلغوا أبناءهم ماذا جرى في الغدير، هذا لازم النبي صلى الله عليه وآله موجب. نزل الأمين على النبي مفاجئا بالأمر حقا إنه ذو شاني، بلغ رسالتنا بنصب ولينا لعبادنا الأحرار والعبدان، من جاء منهم للوجود وغيره ذكرا وأنثى قاصيا أو داني، إن لم تطع فورا فما بلغت لي أمرا وأنت بعصمتي وضماني. عجل فللتأخير آفات، فلا يتفرق الحجاج للبلدان، فهناك بادر أحمد المختار عن عزم يدك عزائم الأكوان. نصبت له الأكوار أرفع منبر، لا زال أحمد في رفيع مكاني، دوى بأصحل صوته بفصاحة لم تلف من قس ولا سحبان، هي في انسجام الماء إلا أنه ينصب من طود على الوديان، هي فضة مصقولة لكنها تنسيك سحب سلاسل العقيان، هي من كتاب الله أحمد آية
فاذكر حييت بلاغة القرآن ودعا عليا واضعا بيد يدا وهما لرب الكبرياء يدان رفع النبي بضبعه. خلي بالك الوصف، رفع النبي بضبعه، أرأيت إذ رفع اللواء الرمح في الميدان ودعاهم أولست أولى منكم بالنفس حقا يا أولي الإيمان، قالوا بلى فأعاد هذا حيدر من كان مولاه فقد والاني، هذا علي المرتضى هذا أخي من كان عاداه فقد عاداني، هذا أمير المؤمنين وليكم ونبيكم، أنا ما هناك اثنان، أنا ما نصبت لكم أبا سبطي من تلقاء نفسي لا ومن نباني، هذا الأمين كما أتى بنبوتي حتم الولاية أيها الثقلان، يا رب فانصر ناصريه ووال من والاه وارم الخصم بالخذلان. عاد من رجاء النبي صلى الله عليه وآله هالكلمة هاي دوت، من كنت مولاه فهذا علي دوت الحجاية. التقى بالنبي صلى الله عليه وآله، الحارث التقى به، قال له أمرتنا أن نشهد بأن لا إله إلا الله شهدنا، يعني عفنا أصنامنا تركناهن 360 صنم كانوا يعبدون، أمرتنا أن نشهد بأنك رسوله فعلنا وفي النفس ما فيه. شنو يعني ما قال؟ أمرتنا بالصلاة صلينا، بالصوم صمنا، بالحج حججنا، بالزكاة زكينا، ما اكتفيت حتى وليت علينا ابن عمك، أمنك أم من ربك؟ بعضهم ما يتحمل، يصعب عليه اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعكس هذا اللي قلبه مملوء حب وولاء ليفرح باسم أمير المؤمنين، لذا قال ذكر علي عباده. ترى واحد يخلي باله ماكو أحد يسبق النبي صلى الله عليه وآله بالعبادة، ها يعني أكثر الناس ذكرا لأمير المؤمنين هو رسول الله محمد. قال له أمنك أم من ربك؟ بل من ربي، أنا ما أتكلم عن نفسي بل من ربي. قال اللهم إن كان ما يقوله حقا فأنزل علي حجارة من السماء. شوف تعيس الحظ أجلكم الله، شان قال ربي أرني آية، لكن لا، إيش طلب؟ طلب عذاب. النبي صلى الله عليه وآله التفت له قال إما أن تتوب وإما أن ترحل، لو تتوب من كلمتك هذه لو تروح من يمي، إما أن تتوب وإما أن ترحل. أخذته العزة بالإثم. ليش قال له إما أن ترحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت ابتعد ابتعد. ابتعد الرجل، لما ركب راحلته وابتعد نزلت عليه حجارة من السماء إلى جهنم وبئس المصير. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وآله، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له. هذا كفر، كفر بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن العلامة الأولى، العلامة الأولى اللي يشير إلها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، النص بشيء تقدم من أبيه فيه. لذا يعقوب السراج يقول أنا لما دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، دخلت عليه قلت له سيدي من الإمام بعدك؟ سألته، لكن وجدت الإمام سلام الله عليه وجدته قائما على أبي الحسن موسى وهو في مهده. الإمام الكاظم عليه السلام في مهده، يقول لقيت أبوه الإمام الصادق سلام الله عليه يساره طويلا، فجلست أنتظره إلى أن خلص الإمام عليه السلام، قال لي يا يعقوب
قم وسلم على مولاك. قم وسلم على مولاك. طلبت مني أن أقول لك منو الإمام بعدي؟ هذا نص. قم وسلم على مولاك. يقول جيت أنا وهو في مهده، قلت السلام عليك يا مولاي، فرد علي الجواب بلسان عربي مبين. اللهم صل على محمد. إذن العلامة الأولى لمعرفة الإمام النص إخواني، يعني أكو إلى نص الإمام السابق ينص على الإمام اللي من بعد. بعد يا مولاي، قال يسأل فيجيب، يعني ما من مسألة تسألها من الإمام المعصوم عليه السلام إلا وعنده جواب. ما حد يقدر يقايس علمه بعلم أهل البيت صلوات الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أكمل الآية، ومن عنده علم الكتاب. عند من علم الكتاب؟ عند من علم الكتاب؟ من تراجع إلى آيات من سورة النمل وتمر بقضية سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وعرش بلقيس والهدود، تمر على القصة هذه. من طلب أن يجيبوا للعرش قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من، قال لا هذا وقت كبير أريد أكثر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل لا ترمش عينك أنا جايب لك الفاصلة البعيدة. هذا مو أمر سهل، عند علم من الكتاب. لكن الذي عنده علم الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من عنده علم الكتاب أخي ووصيي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب. لذا ما سألوا عن مسألة وتوقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أبدا أبدا. لذا بعد أن كان جليس الدار 25 سنة مغصوب الحق، عندئذ خرج، يقول الراوي خرج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خرج وقد تعمم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وارتدى بردائه وتقلد بسيفه وتنعل بنعله، جاء حتى دخل المسجد، صعد المنبر متمكنا، قال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، أما والله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بالتوراة حتى تنطق التوراة وتقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه، ولا أفتيت أهل الإنجيل بالإنجيل حتى ينطق الإنجيل ويقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه، ولا أفتيت أهل القرآن بالقرآن حتى ينطق القرآن ويقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه. سلوني عن آية آية بالليل أنزلت أم بالنهار، مكيها أو مدنيها، ناسخها أو منسوخها، محكمها أو متشابهها، تفسيرها أو تأويلها أو تنزيلها، لأخبرتكم بذلك. فالصلوات عالية هدية الأمير المؤمنين سلام الله عليه. لا يسأل فيجيب. وانت راجع، راجع لمن ادعاها افتراء وكذبا على الله، ما قالها غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين إلا وقد خاب. والمسائل دني كثيرة كثيرة. نعم، هاي العلامة الثانية.
العلامة الثالثة قال يكلم الناس بكل لسان، يكلم الناس بكل لسان. بهالحين هذا، بهالحين الإمام سلام الله عليه قال يا أبا محمد لا تروح حتى أراويك علامة منهن حتى تشعر بها. بينهم كذلك إذ أقبل رجل خراساني، جاء رجل خراساني، لما جاء الرجل هو لسانه فارسي لكن كلم الإمام الخراساني، كلم الإمام بالعربية فأجابه الإمام عليه السلام بالفارسية بلغته، أجابه الإمام عليه السلام بلغته. هذا استعجب، صار عنده تعجب، قال يا مولاي جعلت فداك، أنا ما كلمتك بالفارسية. واحد يقول صعبة هذه، شوف شلون يعني حول الإمام عليه السلام ولكن ما عارفين بشأن الإمام عليه السلام وحقه. قال أنا ما كلمتك بالفارسية لأني ظننت أنك لا تحسنها. التفت للإمام سلام الله عليه قال إذن ما فضلي عليك، ها إذن ما فضلي عليك. الإمام يكلم الناس، لا مو فقط الناس إخواني، كل ذي روح، كلم بلغته، كلم بلغته. رايحين المسجد الكوفة المعظم، أكو باب من يسموه باب الثعبة، قصتها واضحة. نعم يكلم الإمام عليه السلام ويخبر بما في غد، يعني شنو؟ يعني الإمام عند علم الغيب، الإمام المعصوم عند علم الغيب. سيجي بعض المؤمنين يسأل يقول بالقرآن الكريم عندنا آيات تنفي علم الغيب وعندنا آيات تثبت، وشي وآيات تنفي وآيات تثبت، شنو حلها هاي؟ حلها سهل جدا إخوان، الآيات اللي تنفي علم الغيب المقصود بها الغيب الاستقلالي اللي هو لله وحده عز وجل، استقلالي لله. لكنما الآيات اللي تثبت لا، إعطائي، الله عز وجل أعطى أولياءه، مو قال أحيل الموتى بمن، هاي كلها بمن؟ بإذن الله، لاحظوا بإذن الله. الغيب اللي عند أهل البيت عليهم السلام هذا هو. ينقل أن رجلا من بلاد إصفهان كان يقول بإمامة الإمام الهادي عليه السلام، يقول بإمامة الإمام الهادي عليه السلام، وجماعة اللي حوله مستغربين الأمر، قالوا له ما الذي حملك على أن تقول بإمامته؟ إيش خلاك تقول بإمامته؟ قال سنة من السنين أهل إصفهان جماعة منهم شكلوا وفدا للتظلم على باب المتوكل، للتظلم، إيش تكون اللي عندهم؟ أنا فقير ولكن ذو لهجة، ذو لسان، عندي لسان باشط متكلم، خذوني وياهم الجماعة كونا أنا متكلم. يقول لما رحنا وقفنا، وقفنا اجتمعت الناس وقفنا على باب المتوكل، فبينا نحن كذلك وإذ سمعت مناديا ينادي. شي يقول هذا المنادي؟ يقول جيبوا أبي الحسن الهادي، جيبوا أبي الحسن الهادي. يقول أنا من بعيد لما نظرت له وشفت وجهه وقع حبه في قلبي، بمجرد أن شفته، أنا ماني على مذهبه لا، سألت من هو؟ قال تقول الرافضة بإمامتي،
يقول الرافضة بإمامته. يقول من وقع حبه في قلبي، أنا ما متكلم شيء لا أبدا، يقول بقلبي جاي أسولف. قلت اللهم ادفع عنه كيد المتوكل، بقلبي حكيتها. ورأيته لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بل ينظر إلى عرف دابته. شفته. لكن لما وصلي أدار بوجهه علي وقال استجاب الله دعاءك وكثر مالك وولدك. أنا من سمعت الكلمة هذه والوقعت. أصحابي قالوا لي ما بك؟ قلت لهم لا شيء. قال الآن رجعت أغلق بابي على ما شاء الله من أموال، وعندي 10 من الأولاد وغير الممتلكات اللي عندي خارج البيت، بيش هاي؟ ببركة دعائه، لأنه علم ما في قلبي من دون ما أنا أتكلم، من دون ما أنا أتكلم علم ما في قلبي. فهذا شيء موجود عند أهل البيت سلام الله عليهم، تلقاها من زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يخبر بالذي يجري على سيد الشهداء عليه السلام. تجي للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يخبر بالذي يجري عليه. تجي للسيدة فاطمة سلام الله عليها إيش كثر بكت الحسين. تجي للإمام المجتبى سلام الله عليه قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 كلهم يريدون قتلك وإهراق دمك. ولما تسأله هو بأبي وأمي، هذا المولى اللي إحنا بمحضره، لما سئل لسبب خروجه قال شاء الله أن يراني، لأن الإسلام إخوان محمدي الحدوث ولكن حسيني البقاء. قال إذن ما معنى حمل هذه النسوة معك؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. هذه زينب الكبرى، السيدة زينب لها الدور العظيم. العلامة الربيع رحمه الله يخاطب يقول شاطرت زينب الحسين الجهادا واستمدت منه القوى استمدادا، وبحفظ العيال أوصى إليها فرآها كما لها قد أرادا، جعلت جنبها اليمين غطاء لهم والشمال كان مهادا، صهرت قلبها الرقيق الرزايا. يعني المصايب انعجنت ويا قلب الحوراء زينب، صهرت قلبها الرقيق الرزايا فهو يزداد قوة واشتدادا. شيء اللي شافت الحوراء زينب، المصائب اللي نزلت على الحوراء زينب لو نزلت على الجبل الأصم لتدكدك وزال من عظم المصيبة. ترى الإخت ما تتحمل تشوف جرح بسيط في جسم أخيها. أشلونك ويا الحوراء زينب اللي إجت قالت له أنت أخي الحسين؟ ها لازم أن أحشمك للبكاء على الحسين؟ لا أبدا، أنت بمحضره. لما وقع على الثرى بأبي وأمي، قلوبنا فداك يا أبا عبد الله، وين أبو فاضل يجي لأبو فاضل على المشرعة؟ وين علي الأكبر مقطع إربا إربا؟ أصحاب قتلوا، بني عمومة قتلوا، حد منو يجي للحسين عليه السلام؟ ماكو إلا فخر المخدرات زينب الكبرى إجت. لكن شلون جاية؟ يخاطبني أحد المؤمنين يقول انعينا انعي أكو نعي. إجت الحوراء زينب شافتها بهالحالة، الله يرحم الشيخ علي الربيع، إش قالت له؟
قالت له ما يناسب يا شباب أهل الجنان مثلك أنت تنام خويا بهالمكان، ما يناسب يا شبل داحي الباب مثلك أنت تنام خويا بهالتراب، قوم للمنزل ترى سكينة ورباب يلبسن لمصابك ثياب الهوى، قوم للمنزل يا بن بحر العلوم نبدل ثيابك لصبغتها الدموم، قال يا اختي شلون اتمكن اقوم وانا قلبي مصوب بحربة اسنان. ايوا حسينا، الاخت سمعت بخوها وشافت تبى الحالة، يقول حين سمعت زينب بسهم الحديد قلب اخوها انصاب، صاحت يا شهيد خويا ما تقلش حاجتك، قالها اريد ثلث حاجات الهن احوجن الزمان. ايوا حسينا، اسمع بالله شنو اول حاجه اسمعها بقلبك، قال لها وحده منهن وحده منهن يا الاخت محتاج ماي، ترى من الحر والعطش ذايب حشاي، قالت اطلب بعد قالها وعقب هاي يا صاحب الزمان هفي على صواب قلبي بالردان يا اخوي. بعد ظلت حاجه وبعد يا زينب يا بنت امي وابوي خويا داوي صوابات اللي منهن ألوي، خويا عايني لشلون أتقلب وفوي بدم اللي يسفح يا بتراعي الشان، تحيرت يا شيعة زينب نادت زينب يا ابن راعي المجد، نادي تزي يا ابن راعي المجيد هالثلاثة بيتنا ما تنوجد، خويا مني أنا جيب لك دوي طيب الكبد والكبد مصيوب ومعور السنان، قال حقك صدق ما تتمكنين خويا زينب لكن من الماي لا تتعذرين، قالت اتعذر بعد واحلف يمين ماي ما من بيه يبتل اللسان، قال هم حقك يا بتفحل الرجال ادري ما من ماي عندك بالرحال، اسمع شيريد الحسين لشن وين اختي ترى بحاجة ظلال يا اخوي، استظل تحت يا فرد ساعة زمان كأني بيا قامت، ش قالت زينب قضى نوبك قضى نوبك يا خويا النوب نوبي نوبي أريد أقف وفيلك ابثابي، فرد لحظة التفت يا حسين صابي يا خويا موش قلبي صخر مرمار، طلعت الولي اينا ودوريت انا طلعت الولينا ودوريت دوريت مطعون بفوادة لقيت، انا قعدت يمه ايوه
سيلا وعاتبيت خويا المثلك يا خويا يعوف بيت أجرك الله يا صاحب الزمان في مثل هذه الأيام مولاتنا زينب تلتفت يمينا شمالا لم تر أحدا من أهلها وإخوتها كأني بها تخاطب ويلي ويلي أنا مشي الدرب والما مشيت شتالك يا خويا رافقيته لكن الصعب عليها وين قالت خويا طويت طويت بالديوان والناس طويت بالديوان والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس أنا من شاهدوني مهبطة الرايس نادوا يا زينب وين لا لا سمع لأبو فاضل ها اي والله نادوا يا زينب وين صاحت الأمنين أبو فاضل أجيب وراوي حال اختي الغريب صاحت محلى الاخت لو عدها خوان تعيش مدللة وما يوم احم الضايعات بعدك ضعنا في يد النايبات عسرى بوادي الهنا وسيدنا ومولانا نسألك وندعوك نتوجه اليك بالحسين الوجي وجده وابي وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه عجل لوليك الفرج يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا من كان فينا طالب حاجة من سألنا الدعاء اللهم اقض حاجته وارزقنا جميعا حسن العاقبة يا أرحم الراحمين ثبتنا وثبت ذريتنا إلى يوم القيامة على ولاية أمير المؤمنين يا الله اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين يا الله جميعا نقرأ دعاء سلامة مولانا الإمام الحجة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا ودليلا لأمواتكم أمواتنا من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.